الأزمة بين غادة عبد الرازق والمخرج عادل رضوان. تصاعدت الأزمة بين الفنانة غادة عبد الرازق والمخرج عادل رضوان بعدما تقدم الأخير ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ونيابة المعادي لاتخاذ أول الإجراءات القانونية ضد غادة بعد اتهامها بالإخلال بتعاقدها معه على بطولة فيلم رؤية ما تسبب في إفلاسه. البلاغ الرسمي هو الخطوة الأولى لتصعيد الأزمة لتصل إلى منصة القضاء، وبنفس الوقت أعلن المخرج عادل رضوان عزمه القيام بكل ما يلزم لأخذ حقه من الفنانة غادة عبد الرازق، ومن الخطوات المقررة تصعيد الشكوى داخل غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية لإصدار قرار بوقفها عن العمل. الأزمة بين عادل رضوان وغادة عبد الرازق نشبت عام 2017 حينما قامت الفنانة غادة عبد الرازق بتوقيع عقد فيلم رؤية، وبعد القيام بتصوير جزء من الفيلم قررت الاعتذار عن عدم استكماله بسبب ضجة البث المباشر من جزر المالديف الذي أظهر جزءا حساسا من جسدها، وتسبب في تقديم عدة بلاغات ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور. ولم ترد غادة المبلغ المدفوع لها أو تتحمل التعويض عن الخسائر التي نشبت عن هذا القرار. ونفت غادة مؤخرا الواقعة مؤكدة أنها ردت جميع المستحقات المالية فور اعتذارها، ولكن رضوان أكد أن بحوزاته مستندات تثبت أن هذا لم يحدث وأن غادة تسببت في إعلان إفلاسه وغلق شركته.